الرئاسي أن يتحدث عن فهمه للإسلام، لأنه للأسف عانينا ممن يعني ينتهجون المنهج المتشدد الذي لا علاقة له بالإسلام. المشير السيسي يتحدث عن فهمه للإسلام وفقا للمنهج الوسطي المستنير المعتدل. بكلم اللي قدامي، بقولش هو دينه ايه. لما اسمع الشيخ صادق العدوي في الازهر واشوف الشيخ متولي الشعراوي في الحسين، دي الناس اللي كانت بتتكلم في الدين يعني. ده وانا صغير وانا كنت متابع ومهتم الحقيقه، فده شكل يعني فهم اعتقد انه كتير من الرشد. انا اتصور ان الخطاب الديني في العالم الاسلامي بالكامل أفقد الإسلام إنسانيته، الناس تقتل وتخرب وتدمر وهي تدعو باسم الدين. ده إساءة بالغة للإسلام والمسلمين. كل الحكام بالمناسبة يراجعوا مواقفهم، لأن إحنا هنقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقول لنا أنتوا قدمتوني للناس إزاي. طبعا بستعيد تاني اللي حضرتك بتقوله، انه كان مهما ان يتحدث عن فهمه للاسلام ويتحدث عن الاخلاق وعن القيم، لانه هكذا الشعب المصري يعني كان من المهم ان يتحدث عن ذلك. كان من المهم جدا، وكان من المهم ان يتحدث عن الدوله، الفرق بين الدوله الاسلاميه والدوله الدينيه كما اشار. والدوله الاسلاميه، كيف ان الدوله الاسلاميه هي دوله مدنيه في الاساس، تعني المواطنه وتعني عدم التمييز. هو طبعا لكن ما ذكرش، لان الرسول عليه الصلاه والسلام، اصل الاسلام مش دوله روحيه، مش دعوه روحيه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان حاكم دوله، وكان قائد جيش، وكان يرسل السفراء، وكان يعين الولاة. وبالتالي الرسول اول وثيقه للمواطنه في التاريخ وضعها الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه، وثيقه المدينه دي اول وثيقه للمواطنه، يعني اخى بين كافه السكان، الدين لله والوطن للجميع. دي الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني لما جه الاقباط لسعد زغلول فخري عبد النور ورفاقه كاقباط، يقولوا له في ثوره 19 يعني ينضموا للوفد، قالوا احنا عايزين ننضم للوفد، فماذا لنا وماذا علينا؟ سعد زغلول كان ازهري، فقال لهم لكم ما لنا وعليكم ما علينا. هذه مقوله الرسول عليه الصلاه والسلام عندما جالوا اهل المدينه، ماذا لنا وماذا علينا؟ اخى بين المسلمين واليهود والأنصار والمهاجرين ولا دين لهم والمسيحيين الموجودين، وقال للجميع لكم ما لنا ولكم ما علينا، لا تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الانتماء أو العرق، ده الإسلام. ولذلك لما تحدث قال إن الممارسة بعض التيارات المتطرفة أساءت إلى إنسانية الإسلام أو إنسانية المسلمين، هو يعني هذا لازم الإسلام ده وضع لكي يكون أبد الدهر. هو أشار في حواره أيضا إن الإسلام مش دعوة وقتية. الإسلام لما ربنا وضعه، أشار تعبير عجبني جدا، أن الحق عندما أنزل القرآن والرسول عندما انتهج السنة وضعوا لكي يحكموا مئات الآلاف من السنين، فلابد أن يتواكب مع، مش مع الواقع المصري فقط، مع الواقع الأمريكي والواقع الأوروبي. عشان كده باب الاجتهاد ظل والواقع بعد 100 سنة وبعد 1000 سنة و1000 سنة.